السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله جيتوا راهي رسميا في السوق الجزائريه. هذه العلامه اللي اكتسحت السوق العالميه عندها 6 سنين من ظهورها في السوق، واليوم حاليا في الجزائر ان شاء الله عندنا كما يقول لك اوبجيكتيف اللي راح يكون نفرض منتوج يكون نسبه عاليه من الجوده والجهه لا سيكوريتي، سي تري امبورطون، سي لا سيكوريتي اللي راح نقدموها ان شاء الله للزبون الجزائري. اليوم حنا ان شاء الله في الوطن الجزائري راح نكونوا متواجدين في كل ربوع الوطن. نبداو ان شاء الله بخمسه موزعين راح يكونوا باذن الله هذا الشهر يكونوا معنا، ومن بعد الشهر الجاي راح نكونوا ثاني معنا ربعه ولا خمسه واحد اخرين، والشهر جويلية ثاني يكونوا معنا خمسه ولا سته واحد اخرين، وباذن الله ديسمبر 2024 راح يكونوا 28 وكيل موزع للسيارات هذه. هاد الموزعين راح يكونوا عندهم نقطه بيع السيارات، خدمه ما بعد البيع، ونقطه بيع قطع الغيار. هكذا ان شاء الله الزبون راح نكونوا قريب منه باش ما يكونش عنده اي سيمو. خلاص الاسعار انا افيشيناهم لكم، كل واحد راه عنده الاسعار راكم شفتوها. ان شاء الله باذن الله مين يكون المنتوج هذا يكون متوفر، وكل واحد راح يقدر يشري السياره وعنده الفرصه تتيح له باش يقدر يشري سيارته باذن الله. سامحوا.